منه لحد 8 اكس ب 150 جنيه، يعني ده موجود منه لحد 4 اكس 190 جنيه، قطيفه برده 340، شرطه وتسين قطيفه من جوه 170 جنيه، محيرات شبابي قطيفه ب 320 جنيه، 280 يا جماعه مقاساته لحد 4 اكس، لحد 4 اكس ب 250 جنيه، لحد 4 اكس عاملين 300 جنيه، عامل كام؟ 300 جنيه، ده موجود من هنا كبشو بس يا جماعه، قطس مبطن عامل معانا 300 جنيه الحبس، وعامل معانا 300 جنيه، طب 3 و4 عامل 200 170 جنيه لحد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده عند مكتب ارزاق اول فرشه شتوي ترنجات، المقاسات معانا لحد 4 اكس، معانا تبطين قطيفه وتبطين مكستر، حاجات تنفع معانا خروج كمان. تابعوا الفيديو للنهايه وما تبخلوش علينا بلايك وشير، بحبكم في الله، يلا بينا نشوف عروضنا النهارده. شتوي عند ارزاق، الناس اللي سالوني وما كانوش عارفين اسم المكان وبيقول لي يا مكه اللي في وش على طول الجراج بتاع الترنجات، بدا ينزل تشكيل بس مش التشكيل كله، لما ينزل كله ان شاء الله التشكيل هجي لكم اصوره لكم. احنا جبنا لكم بس الشغل اللي بدا ينزل في المكان. هنبدا مع بعض بايه يا حكيم؟ الترنج ده هيبقى عامل كام ده؟ لا هيبقى عامل 150. 150 ده مقاساته لحد 2 اكس؟ لا اكس 2 150، كل مقاس يزيد 10. يعني اكس 2 150، 3 و4 160. صح كده؟ في 5 و6 لحد 8 اكس، لحد 8، يعني ده استنى لنا كده، يعني ده في مقاسات منه لحد 8 اكس ب 150 جنيه. اول مقاسين اللي هو اكس و2 وكل مقاسين بيزيدوا 10 جنيه، صح كده؟ عشان الناس بس تبقى مستوعبه. ده برضو ده تبطين ايه؟ ده ضم مكستر عادي، ده اللي هو البطانه الميلتون العاديه ومن بره غطس كده. تمام، تسلم ايدك. الوان برضو متاحه؟ كل الوان متاحه. تمام، معانا ايه تاني؟ معانا الترنج التاني اللي زي كده، ده في منه الوان ولا الاسود بس؟ لا في منه الاسود بس. الاسود بس، تمام. وعامل كام ده برضه يا حكيم؟ لا اسود وكحلي. اسود وكحلي، تمام. وعامل كام؟ لا عامل 190. 190، مقاساته لحد كام؟ اكس 2. اكس و2، عامل معانا 190 جنيه، ده برضه اللي هو تبطين الميلتون العادي ومن بره ميلتون يا جماعه مش غطس، وده يبقى عامل معانا 190 جنيه، تمام. تسلم ايدك يا حكيم. تالت ترنج معانا ده دلوقتي، ده ميلتون برضه. مقاساته ايه ده برضو؟ ميديوم وسمول؟ يعني اول شبابي. شبابي يا جماعه، محيرات شبابي عامل كام؟ ده ب 170 جنيه، محيرات شبابي كده، وده ميلتون برضو مبطن من جوه زي ما انتم شايفين. بالكابيشو فرو، الكابيشو بس اللي فرو يا جماعه، وده معانا ب 170 جنيه. تمام، الوان برضو متاحه. تمام، الوانه متاحه. بصوا معانا ترنج زي كده، ده موجود الوانه، وده للناس اللي ما بتحبش الاستك من تحت، ده نازل على طول. لا وبطانه كمان زي السبورت كده يا جماعه، تحفه، حلو قوي. عامل كام ده؟ ده كان ب 300 جنيه، على فلوس ب 250. ده بقى ب 250 جنيه، ده الوان؟ في الوان منه، ومقاساته؟ في مقاساته لحد كام اكس يعني؟ لحد 4 اكس ب 250 جنيه، تمام. انا عايز اقول لكم ان ده جاكيت لوحده، بصوا كده معانا مبطن من جوه زي ما انتم شايفين، الخامه بتاعته حلوه قوي قوي، ده ووتر بروف برضه. حلو قوي، بس ووتر بروف مبطن، والبنطلون بس نشوفه من جوه برضه. تمام، مش مبطل، لا بس ده خروج خلاص، ده ترنج خروج، ده جاكيت شتوي كمان. تسلم ايدك يا حكيم. بصوا معانا برضو ده ترنج ميلتون، حاسه انا اسود بيض؟ لا ده ما يكسل ارض، بس هو ايه؟ اه ما مطبق عريض يعني كمان. وده مقاساته لحد كام؟ ده في منه لحد 4 اكس 2. وعامل كام برضو ده؟ ده يبدا من 190. وكل مقاس بيزيد ايه؟ 10 جنيه. كل مقاس ولا كل مقاسين؟ ما هو اكس 2 نفس السعر. تمام، 4 بيزيد 10 جنيه. وده قلنا الاكس عامل كام؟ 100 وكام؟ 190، والمقاس الكبير 100 و200، صح؟ حاجه فخامه، خلي بالك. بصوا ده من هنا كبتشو بس يا جماعه، افرد لنا كده يا حكيم. اهو ده بصوا ده موجود منه لحد 4 اكس عامل 190، اكس و2 و3 و4 عامل 200، صح كده الكلام؟ ما يوبرش ده يا حكيم. بصوا مبطن ميلتون معانا، تمام، تسلم ايدك. الوان برضو متاحه؟ متاحه كل الوان. كل الوان اي متاحة. حاجه بقول لك منها الوان. كل حاجه في منها الوان، ودي لسه تعتبر اول الشتوي اللي بداوا يستلموه، يعني كل حاجه بصوا موجود منها كميات والوان بس من الموديلات اللي بنعرضها. اول ما ينزل شغل جديد ان شاء الله هبدا اعرضه لكم برضو باذن الله. ده حلو قوي ده برضو. بصوا من هنا هوريه لكم بس. تقيل جامد. تقيل اه، ما انا عارفه باين عليه اصلا. بصوا ده كله شغل زي جلد كده من هنا، حلو قوي قوي ده. ده عامل كام طيب الاول؟ ده ب 270 جنيه، مقاساته لحد كام؟ لحد 2 اكس، عامل معانا 170 جنيه لحد 2 اكس، تمام؟ بصوا معانا مبطن من جوه، حلو قوي، الوان برضو متاحه بس مقاسه مرتاح. الوان برضو متاحه منه يا جماعه، تمام. معانا برضو حاجه زي كده بس ايه؟ مش مبطن. حلو قوي، عامل كام ده برضو؟ ده عامل 280. ده ب 280، مقاساته ايه ده معانا؟
4 وكل مقاسين برضو بيزيد يعني بيزيد 10 جنيه. يعني ده ب 200 جنيه ولا ب 280؟ ده ب 280 يا جماعه مقاساته لحد 4 اكس، وال 4 اكس 3 و4 بيزيد 10 جنيه يبقى ب 290. تمام. الوان برضو متاحه، الرصاصي ثابت وده اللي بيتغير ولا لا؟ بيتغيروا هما الاثنين، هما الاثنين بيتغيروا. انا عايزه بس اشوف من جوه، قال لي مش مبطن، هو فعلا مش مبطن. تمام، تسلم ايدك. بصوا بقى، ده عامل زي ما يكون سويت شيرت ومعاه شروال، يعني حاجه كده خروج. ده طب باندكس تبطين قطيفه، عارفاه ده؟ ده باندكس تبطين قطيفه يا جماعه، الشغل تحفه والله العظيم، حلو جدا. ده بكام؟ ده ب 310. ده ب 310 تبطين قطيفه من جوه. هوريكم برده التبطين بتاعه مقاساته لحد كام. ده مكستر مش قطيفه، ده مكستر يا جماعه، ده مكستر. القطيفه الثاني ده مكستر، حلو قوي. ده باندكس مكستر، المكستر ده بيبقى ايه؟ زي البولر كده، القطيفه البولر بس مش قطيفه ناعمه. تمام؟ وده قلنا معانا ب 300 وكام؟ 10. ده ب 310 ومقاساته لحد كام؟ اللارج بس. لارج و310. تمام، تسلم ايدك. الوان برضو متاحه. تمام. بصوا معانا برضو القطعه دي، دي باندكس برضو ولا؟ لا دي فولر. دي بولر. فولر. فولر. يعني ايه فولر؟ تبطين فولر. تبطين فولر، نشوفها معانا. اه دي مكستره يا جماعه، ده اللي هو المكستر. هو اسمه فولر؟ فولر. انا عارفه البولر والمكستر القطيفه، الفولر دي جديده. تمام، وهو كله باندكس، كله سوري غطس كده من بره. مقاساته ايه ده معانا؟ برضه 10 جنيه فرق. اه اول مقاسين سعرهم كام؟ 300 جنيه واحد. 300 جنيه، يعني ده موجود منه لحد 4 اكس عامل 300 جنيه، اكس و2 و3 و4 عامل 310. الوانه برضه كلها متاحه. تمام، تسلم ايدك. بصوا كده معانا برضو، ده برضو خامه غطس، وده تبطينه ايه برضو؟ فولر. برضو فولر يا جماعه، تبطينه جديد عرفناه، دي فولر. تمام، عامل كام ده برضو؟ ده برضو ب 300 اول مقاسين، و3 و4 عامل 310، بس حلو جدا والله، تسلم ايدك. تمام، الوان برضو متاحه منه يا حكيم. التليجرام نزل عليه الشغل ولا لسه؟ لسه. تمام، بصوا معانا ده برضو غطس، نفس التبطينه. تمام، ما نزلش برضو لسه. حلو قوي ده، طب والله تحفه. يعني ده يا جماعه عامل 300 جنيه. بص ممكن تلف لنا شويه كده يا حكيم، كده كده تعالي لي انت، بص لي كده. ايوه بس عشان الاضاءه تبينه. يعني ده اكس قلنا عامل كام ده؟ عامل كام؟ 300 جنيه. ده موجود منه لحد 3 و4 اكس يا جماعه، اول مقاسين عاملين 300، و3 و4 عامل معانا 310. ده برضو تبطين فيلر يا جماعه، برضو الالوان بتختلف في البنطلون والتيشيرت. حلو قوي، تسلم ايدك. تمام، معانا برضو الترنج القمر ده، مقاساته برضو ل 3 و4، نفس الساعة ونفس التبطينه. تمام، يعني كل ده يعتبر نفس الخامة يا جماعه والمقاسات، بس الموديلات مختلفه بالوانها. وده برضو موجود منه لحد 4 اكس وعامل معانا 300 جنيه، تبطين فيلر اول مقاسين وتاني مقاسين بيزيدوا 10. تمام، ده للقطاعي، الجمله لها اسعار خاصه. بصوا كده التبطينه معانا تحفه. مفيش فصال يا جماعه، نسينا نقول يا حكيم، مفيش فصال هنا في المكان، لان هو بيديكوا تعتبر اسعار جمله التوزيع، الناس اللي بتوزع يعني. بصوا كده معانا برضو، تعالنا كده شويه يا حكيم معلش. بصوا كده معانا لا نزل ايدك يا حكيم، ليه كده كل ده؟ عامل كام ده برضو؟ 300 جنيه. برضو تبطين فيلر؟ تمام، حلو قوي. الخامه تحفه يا جماعه، كل ده غطس مبطن عامل معانا 300 جنيه لحد 4 اكس، بس اول مقاسين ب 300، مقاسين التانيين 310. انا كل ترنج بذكر لكم عشان ما حدش يختلط عليه الامر. بصوا حلو قوي قوي، خامته تحفه واشكاله تحفه برضه، تسلم ايدك. بصوا معانا ده برضه نفس السعر ونفس الخامه، يعني معانا حوالي اربع خمس موديلات يا جماعه كلهم غطس، تبطين فيلر مقاساتهم لحد 4 اكس عاملين 300 جنيه، اول مقاسين 310، مقاسين التانيين. حلو قوي ده برضه، ده تحفه ده برضه. عايز اقول لكم التبطينه دي بتدفى اكتر من القطيفه. اه والله العظيم تحفه، حلو قوي، تسلم ايدك. معانا برضه ترنج زي كده، عامل كام ده برضه يا حكيم؟ 320 جنيه. ده ده تبطين قطيفه بقى، ده القطيف عشان ايه يبقى للعلم بس. بص كله قطيفه من جوه يا جماعه، بس كفايه يا حكيم عشان نعرف نقفله التاني. بص يا جماعه ده كله تبطين قطيفه، حاجه قمر. افرد لنا بس كده معانا، اعدلوا يا حكيم يبان. والبنطلون هوريه لكم برده دلوقتي، بس حكيم يظبطه لنا كده. قلنا ده تبطين قطيفه عامل كام يا حكيم؟ 320. ده ب 320، مقاساته لحد كام؟ اكس 2 و3 و4 اكس و2 و3 و4 وتبطين قطيفه ب 320 جنيه. انا عايزه اقول لكم بس ايه، لحد 4 ب 320 ولا بيزيد؟ بيزيد 10 برده؟ بيزيد 10 المقاسين التانيين. انا عايزه اقول لكم بصوا البنطلون من جوه
قطيفه خالص يا جماعه. الجاكيت كله طبطين قطيفه، انا واخده من هنا ترنجات السنه اللي فاتت، طبطين قطيفه تحفه، غسيل ولبس بصراحه. تسلم ايديك. برضو الوان متاحه. تمام. معانا برضو الترنج زي كده، طبطين قطيفه برضو. بصوا يا جماعه شوفوا ده قطيفه يا جماعه، رسمي حلو قوي قوي. لا وقطيفه زبده، ارفع لنا كده يا حكيم. عامل كام ده برضو؟ 120 لحد 4 اكس. لحد 4 اكس طبطين قطيفه ب 320 جنيه. انا عايزه بس اوريكم والله العظيم تحفه. بصوا يا جماعه طبطين قطيفه رسمي، حتى البنطلون كله بيبقى طبطين قطيفه لحد الرجل تحت. بصوا كل ده طبطين قطيفه اهو، وده ب 340 جنيه لحد 4 اكس. الوان برضو متاحه. تمام. ختامها مسك برضو، حاجه زي كده طبطين قطيفه برضو 340 320 سوري يعني لحد اكس و2 320 3 و4 330، وكل ده بندكس طبطين قطيفه. هوريكم برضو، بس ده ووتر بروف من بره على على قطن، بس كله مبطن يا جماعه. ده مكستر بولر مش قطيفه، ده مكستر بولر. بصوا كده معانا اه، ده قطيفه انما التاني مكستر بولر، حلو قوي قوي. وده موجود منه برضو لحد 4 اكس. عايز اقول لكم الحته اللي هنا دي ووتر بروف، الوان برضو متاحه منه يا حكيم. تمام. تعبتك معايا يا حكيم، شكرا جدا على الفيديو ده. احنا النهارده كنا عند مكتب ارزاق يا جماعه في عماره خان الخليلي، لانهم بالتفصيل هينزل لكم الصور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنا بقى انا كنت بصور لكم من سنتر اليسر في وش جراش العتبه على طول، واللي قدامنا هناك ده كمان سنترال العتبه، الشارع اللي بين الجراش والسنترال ده اللي بتخرجوا منه من محطه المترو. هتركبوا مترو من اي مكان وتخرجوا محطه مترو العتبه، تنزلوا محطه مترو العتبه، اول ما هتخرجوا هتخرجوا من الشارع اللي بين الجراش والسنترال. السنترال هيبقى كده على الشمال زي ما انتم شايفين، والجراش على اليمين. عماره اليسر او سنتر اليسر في وش الجراش على طول، تحت كمان في ابو الفيده زي ما انتم شايفين، ومحل عبايتي ورئاسه حي الموسكي. انا بديكم علامات مميزه دي في وش على طول سنتر اليسر، وهنزل برده تحت اصور لكم واوريكم ازاي توصلوا بكل سهوله. انا كده كنت نزلت خلاص من العماره بتاعه اليسر. بصوا ده شركه اليسر زي ما انتم شايفين، دي اللي موجود فيها اللي هتاخدوا منه جمله في رابع دور، يعني لو حابين تاخدوا جمله وكميات هتاخدوا من سنتر اليسر. لو هتاخدوا قطاعي بنفس اسعار الفيديو هتبقى من عماره خان الخليلي اللي جنب سنتر اليسر على طول في الدور الثالث. برده موجود هناك اسانسير، اللي حابب قطاعي هياخد من خان الخليلي، واللي حابب كمان جمله وكميات هياخد من سنتر اليسر. زي ما انتم شايفين بوريكم العنوان من تحت كمان في وشنا على طول هنا، ده الشارع اللي بنخرج منه من محطه مترو العتبه اللي صورته لكم من فوق كمان. وعلى الشمال اول ما تخرجوا من محطه مترو العتبه هتلاقوا السنترال شمال والجراج يمين. سنتر اليسر موجود على طول في وش الجراج، ده اللي عملنا منه الجوله النهارده، وتاخدوا منه جمله اسعار الجمله. ولو عايزين قطعي زي ما قلت لكم عماره خان الخليلي هي اللي جنب سنتر اليسر على طول. تسالوا على محل ارزاق، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.